الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآفات. احمده فهو العلي العظيم الذي انزل على عباده الدين القويم، شرع لهم فيه الشرائع ونوع فيه الطبائع. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله الغايه العظمى الى الصيام فقال: لعلكم تتقون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اجمعين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كل عام وحضراتكم بخير. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا أول ليلة من ليالي رمضان، فهذا يعني حمد كثير لله تبارك وتعالى أن بلغنا أول ليلة من ليالي رمضان المبارك. نحن نعلم جميعا مكانة بيوت الله عز وجل، ونعلم جيدا أيضا مكان هذا البيت بالخصوص، المجمع الإسلامي بمركز ومدينة الداخل. احنا طبعا عندنا نشاط دعوي كثير وكثير وكثير، منه درس للسيدات في الأسبوع درس، يعني عندنا كل أسبوع درس للسيدات. طبعاً هو درس يوم الثلاث بعده، طبعاً عشان يجيب السيدات من البيوت في الظهر الموضوع صعب، صح؟ فأنا بقترح إن شاء الله بإذن الله نخليها يوم الاثنين بعد صلاة العشاء. عندنا حاليًا أو سيدات يصلوا في مصلى الفئات السيدات، فإن شاء الله بإذن الله كل يوم ثلاثة بعد التراويح إن شاء الله يكون في درس للسيدات. طبعاً عندنا برضو خاطرة العشاء دي يومياً. أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق فضيلة الشيخ محمد بهلول أن يأتي معنا في هذا المكان. طبعاً أنا زي ما قلت لحضراتكم الدروس المنهجية والدروس الدعوية في المجمع كثير وكثير، منها أيضاً يوم الحد ويوم الثلاث بعد صلاة العصر منبر ثابت درسين في الأسبوع بين الأوقاف والأزهر الشريف. عندنا أيضا برضو المائدة من الرحمن، طبعا هي المائدة الوحيدة على مستوى مركز ومدينة الدخلة، هي مائدة الرحمن الخاصة بالمجمع الإسلامي. طبعا نترحم على فقيهنا المهندس سعاد الربوح، هو كان صاحب الفكرة ومن بعده طبعا أنا مش عايز أنسى حد، لكن أنا بقول ادعوا مائدة الرحمن الخاصة بالمجمع الإسلامي، لأنه من فترة صائما كان له مثل أجره، وذلك لا ينقص من حق أو من أجر الصائم شيئا. طبعا برضو عندنا فضيلة الشيخ محمد بهلول بارك الله فيه، يعني عنده برضو أيضا نشاط دعوي في المجمع، عنده برضو المقرأة كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة. أيضا عندنا مقرأة الأعضاء، عندنا نشاط دعوي كثير وكثير. فإحنا عايزين نشد على نفسنا شوية ونشد في القرآن بالذات، لأن القرآن يعني لا صاحبه أحد إلا وكان أسعد الناس في الدنيا والآخرة، نزل به الأمين جبريل فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين. لماذا؟ لأنه نزل بالقرآن الكريم، نزل على سيدنا محمد فصار سيد الخلق أجمعين، ونزل القرآن على أمة سيدنا رسول الله فأصبحت خير أمة على الإطلاق، نزل أيضا في شهر رمضان فأصبح
أصبح خير الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نزل أيضا في ليلة القدر فأصبحت خير ليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر. فعلينا بالقرآن الكريم في هذا الشهر. وحتى لا أطيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا أرحب حتى لا أنسى فضيلة الشيخ أشرف وفضيلة الشيخ مصطفى قسم ولذلك فضيلة الشيخ أشرف لتولي منصب مدير إدارة أوقاف الدخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا وانصرنا على من